أسبوع شديد البرودة في المملكة العربية السعودية وثلوج كثيفة في بعض المناطق، تفاصيلها في النشرة الأسبوعية بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. هذا الأسبوع ستشهد المملكة أجواء باردة خلال أو طيلة الأسبوع الحالي كنتيجة لاندفاع لكتلة هوائية قطبية سيبيرية قادمة من الأراضي العراقية وبلاد الشام باتجاه شمال المملكة مع بداية الأسبوع، ثم تتسع رقعة تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة خلال منتصف الأسبوع لتشمل المنطقة الشرقية والوسطى. الظواهر الجوية مرافقة لهذه الكتلة الهوائية الباردة ستكون الصقيع، الجليد، الانجماد وحتى الثلوج التي قد تكون كثيفة فوق مرتفعات تبوك. نبدأ التوقعات الجوية يوما بيوم وابتداء من يوم الأحد. يوم الأحد بإذن الله تكون الأجواء غير مستقرة، بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر بالتأثير على المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض، وتعطل زخات من الأمطار في هذه المناطق، رياح نشطة وغبار خفيف في المنطقة الشمالية الشرقية، لكن الطقس بارد في المنطقة الشمالية، وتبدأ زخات الأمطار بالهطول على شمال منطقة الجوف والحدود الشمالية خلال ساعات نهار يوم الأحد. تصبح هذه الزخات عبارة عن زخات ثلجية مع ساعات الليل. يوم الاثنين تتعمق تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة، طقس ماطر في المنطقة الشمالية بشكل عام مع أجواء باردة شديدة البرودة خلال ساعات الليل، 0 درجة مئوية متوقعة في تبوك. هذه الهطولات المطرية ستكون عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، تكون متراكمة حتى بشكل كبير فوق المرتفعات الجبلية العالية يوم الاثنين، كما لا يستبعد طبع زخات الثلوج في أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. درجة حرارة متدنية جدا تكون تحت 0 بشكل عام خلال ساعات الليل في المنطقة الشمالية. تعود الأجواء لاستقرار من جديد في عموم المناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار. يوم الاثنين يعود الطقس للاستقرار في المنطقة الشمالية، لكن الأجواء الباردة تزيد حدتها مع تعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة بشكل إضافي نحو أجزاء إضافية من المنطقة الشمالية، بالإضافة لمنطقة حائل، القصيم وشمال منطقة الرياض وأيضا المنطقة الشرقية. مع تعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن تتشكل حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي في نقطة تلاقي الكتلة الهوائية الدافئة من الجنوب والكتلة الهوائية الباردة من الجنوب، هنا في هذا الخط من المنطقة الجنوبية الغربية وصولا حتى منطقة الرياض وأيضا المنطقة الشرقية. كل هذه المناطق معرضة لهطول زخات من الأمطار قد تكون رعدية خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء. يوم الأربعاء تميل الأجواء للاستقرار مجددا، لكن تبقى الأجواء باردة مع استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية شديدة البرودة في عموم المناطق. تكون الأجواء شديدة أو قارصة البرودة في المنطقة الشمالية خاصة خلال ساعات الليل، ويستمر الصقيع والجليد بالتشكل في عموم هذه المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك بعد الهطول الثلجي الذي ستشهده هذه المناطق يوم الاثنين. يوم الخميس بإذن الله تعود الأجواء وتصبح غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، تنتشر كميات من الغيوم في المنطقة الوسطى والشرقية، تستمر الأجواء باردة إلا شديدة البرودة في المنطقة الشمالية، درجة الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة بما فيها حتى مدينة جدة 23 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى 18 درجة مئوية. يوم الجمعة لا تغيير الحالة الجوية، أجواء مستقرة بشكل عام لكن باردة، درجة حرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تستمر فرص تشكل الصقيع والجليد خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى، وترتفع درجات الحرارة في مدينة جدة وعموم سواحل البحر الأحمر لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام من جديد. نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية. بداية أسبوع سعيدة نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.